صباح الخير، انا صفاء طه اللي شفتوها في الفيديو. عندي 20 سنه وفي كليه اعلام جامعه القاهره، وناويه اتخصص قسم اذاعه وتلفزيون. عايزه اشكر كل اصحابي اللي معايا في الفيديو واقول لهم ان انا فخوره قوي بيهم، وحابه اقول لكم ان مصر مليانه قادرون باختلاف زينا وانجح كمان. المصريين شعب عظيم، لما القادرون باختلاف في بلدنا يقدروا يعملوا كل اللي انتوا شفتوه ده، يبقى اكيد ده شعب يقدر يعمل المعجزات. معجزه مصر شعبها. وباكد لكم معجزه مصر شعبها، وانتوا معجزه مصر. وحضرتك معجزه مصر. ده انا سعيد بيك يا صفاء والله. شكرا لحضرتك. اه ليه يا حبيبتي، ما شاء الله عليك، ربنا يخليك، منوره الدنيا، ربنا يخليك، والله منوره الدنيا. صحيح، شكرا لحضرتك، متشكر ان انت جيتي تنورينا وتسعدينا وتفرحينا. يعني كنت هقول الكلام ده على فوق، يعني احنا في عالم عدم اليقين، الظن، ما بنشوفش كل حاجة، لكن هيجي يوم نشوف كل حاجة. اليوم ده هتبقوا انتوا في السماء واحنا ماشيين على الارض قاعدين نبص عليكم ونقول لكم يعني ممكن فاقعد سيبونا. اوعوا تسيبونا. شكرا 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 شكرا. سعيد بيك يا صفاء ورسمك الجميل. ارسمي لي حاجه ليا بقى، حاجه ليا كده، تكتبي اسمك فيها بقى متشرف بيها. يعني شرف ليا انا. ربنا يخليك يا حبيبي. شكرا لحضرتك، شكرا لفخامه الدرجه. ده انا المتشكر، ده انا المتشكر. شكرا. Thank you.